موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كلام أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. قال ابن جرير رحمه الله في قوله: وقوله تعالى فلا يسرف في القتل، اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة فلا تسرف في القتل، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به هو والأئمة بعده من بعده. يقول: فلا تقتل بالمظلوم ظلما غير قاتله. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجل رجلا عمد ولي القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل. إلى يومنا هذا أسلوب أهل الجاهلية، والثأر مبني على ذلك، خصوصا إذا كان القاتل شخصية ليس لها وزن ولا اعتبار، وربما كان القتيل بريئا تمام البراءة، ينهى عن القتل وعن التعدي، مع ذلك يقتلونه ظلما. يقول: فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف، فلا تقتل به غير قاتله، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به. فلا يسرف في القتل، أو فلا تسرف في القتل، بحاجتين: قتل غير القاتل أو التمثيل بالقاتل بعد القتل. قرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة: فلا يسرف في القتل، بمعنى فلا يسرف ولي المقتول فيقتل غير قاتله، غير قاتل وليه. وقد قيل عنا به: فلا يسرف القاتل الأول لا ولي المقتول، بمعنى أنه قد جعل عليه القصاص لكي لا يسرف بالقتل، يعني جعل عليه السلطان لولي القتيل حتى يخاف القاتل قبل أن يقتل، لأنه إنما يسرف حين يقتل بسبب عدم معرفته بالعاقبة. فكونه يعلم أن هناك قصاص، أنه سوف يقتل، هذا يمنعه من الإسراف. القول الأول أظهر. قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان متقاربة المعنى، فلا تسرف في القتل فلا يسرف في القتل. وذلك أن خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي في أحكام الدين قضاء منه بذلك على جميع عباده، وكذلك أمره ونهيه بعضهم أمر منه ونهي جميعهم. يعني إذا قيل لفلان حكم يبقى زي الناس التانية كلها زيه، إلا فيما دل فيه على أنه مخصوص به بعضهم بعض دون بعض، فإذا كان ذلك كذلك بما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام
فمعلوم أن خطابه تعالى بقوله فلا تسرف في القتل نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها إليه إلا أنه معني به جميع العباد جميع عباده. فكذلك نهيه ولي المقتول أو القاتل عن الإسراف في القتل والتعدي فيه نهي لجميعهم، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب صواب القراءة في ذلك. وقد اختلف أهل التأويل في تأويله ذلك نحو اختلاف القراء في قراءتهم إياه عن طلق بن حبيب فلا تسرف في القتل، لا تقتل غير قاتله ولا تمثل به، عن سعيد بن جبير في قوله فلا تسرف في القتل قال لا تقتل اثنين بواحد، لما يقتل واحد بس تقيل يقول ما كفناش في عشرة ما كفناش في خمسة ضروا يقتلوا ايه اكثر، وليس في ذلك لا تقتل اثنين بواحد اذا كانوا مشتركين في القتل، اذا كانوا مشتركين يقتلوا به، لكن لا تقتل اثنين بواحد من باب المفاخرة والمباهاة. طالما اما الاشتراك فمسألة مبنية على المشاركة في المباشرة، وهذه مسألة اخرى غير المذكورة في كلام سعيد بن جبير. الذي في كلام سعيد بن جبير عبارة عن حال اهل وصف حال اهل الجاهلية نهي عنه انه يقتل لكي ينتقم بطريقة اشد. قال الضحاك كان هذا بمكة ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها، وهو اول شيء نزل من القرآن في شأن القتل، كان المشركون يغتالون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى من قتلكم من المشركين فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أبا أو أخا أو أحدا من عشيرته وإن كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلكم، هذا قبل أن تنزل براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين. فذلك قوله فلا تسرف في القتل يقول لا تقتل غير قاتلك، وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم. هذا مرسل ضعيف من الآية نزلت لما كان بعض المسلمين يغتال، هذا ليس بصحيح، ولم يكن بالمسلمين قوة حتى على القصاص عن الحسن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان، قال كان الرجل يقتل فيقول وليه لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من أشراف قبيلتي. عن قتادة فلا تسرف في القتل قال لا تقتل غير قاتلك ولا تمثل به، عن قتادة قال فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله، من قتل بحديدة قتل بحديدة، حديدة يعني شيء حاد يعني سيف سكينة، ومن قتل بحديدة قتل بحديدة، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة، ومن قتل بحجر قتل بحجر. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أعتى الناس على الله جل ثناؤه ثلاثة: رجل قتل غير قاتله يعني غير قاتل وليه، أو قتل بدخن في الجاهلية، أو قتل في حرم الله يعني ثأر الجاهلية بعد ما أمن الله عليهم بالإسلام يحيي ما كان في الجاهلية.
ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ألا كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وأول أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن العارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته أذيل. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع دم الجاهلية تحت قدميه، فمن قتل بدخن الجاهلية، بدخن، بفتنة، بأحقاد كانت في الجاهلية، فهو من أعتى الناس على الله. قال ابن زيد في قول الله جل ثناؤه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال: إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم حتى يقتلوا أشرف من الذي قتله. فقال الله جل ثناؤه: فقد جعلنا لوليه سلطانا ينصره وينتصف من حقه فلا يسرف في القتل يقتل بريئا. عن مجاهد: فلا يسرف في القتل، قال: لا يسرف القاتل في القتل. ده المعنى التاني بقى، اللي هو ايه؟ ان القاتل لا يسرف في القتل، اي بان يقتل ابتداء. نكون وقد ذكرنا الصواب من القراءة في ذلك عندنا، واذا كان كلا وجهي القراءة عندنا صوابا فكذلك جميع اوجه تأويله التي ذكرناها غير خارجة، غير خارج وجه منها من الصواب لاحتمال الكلام ذلك. وإن في نهي الله عز وجل ثناؤه بعض خلقه عن الإسراف في القتل نهي منه جميعهم عنه. إنه كان منصورا، اختلف أهل التأويل في من عني بالهاء. إنه، قال بعضهم هي عائدة على ولي القتيل، وهو المعني بها وهو المنصور على القاتل. عن قتادة: إنه كان منصورا، قال: هو دفع الإمام إليه، يعني إلى الولي. دفع الإمام، الإمام يدفع القاتل يسلمه لولي القتيل، فإن شاء قتل وإن شاء عفا. قال آخرون: بل عني به المقتول. على هذا القول هي عائدة على من ومن قتل. عن عبد الله بن كثير: إنه كان منصورا، إن المقتول كان منصورا. قال آخرون: عني به دم القتيل، دم المقتول. قالوا معنى الكلام: إن دم القتيل كان منصورا على القاتل. أشبه ذلك بالصواب عندي، قالوا: من قال عني به الولي وعليه عادت، لأنه هو المظلوم ووليه المقتول، وهي إلى ذكره أقرب من ذكر المقتول، الضمير يعود على أقرب مذكور. فقد جعلنا لوليه إنه، يبقى أقرب مذكور هو الولي، لأن الله جل ثناؤه قضى في كتابه المنزل أن سلطه على قاتل وليه وحكمه فيه بأن جعل إليه قتله إن شاء واستبقاؤه على الدية إن أحب والعفو عنه إن رأى، وكفى بذلك نصرة له من الله جل ثناؤه. فلذلك قلنا هو المعني بالهاء في قوله إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يقول تعالى ذكره: وقضى أيضا أن لا تقربوا مال اليتيم بأكل إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولكن اقربوه بالفعلة التي هي أحسن، والخلة التي هي أجمل، وذلك أن تتصرفوا فيه له بالتثمير والإصلاح والحيطة.
كان قتادة يقول في ذلك لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يخالطونهم في طعام أو أكل ولا غيره، فأنزل الله تبارك وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، فكانت هذه لهم فيها رخصة. يعني في المخالطة، لأن هذا وإن كان يتضمن أكلا لبعض مال اليتيم، إلا أن هذا بما جرت به العادة دون إفساد من الخلطة، خلطة مال اليتيم لما يجي يأكلوا مع بعض مثلا، هيحسب أن هو هيأكلوا مع بعض وهيحسب أنه له نصيب، وليس أنه هو إيه يعمل له قسم خاص يقول له أنت تاكل ده أكلك عشان ما يبقاش أكل شيئا من مال اليتيم. عن قتادة قال كانوا لا يخالطونهم في مال ولا مأكل ولا مركب حتى نزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال ابن زيد الأكل بالمعروف أن تأكل معه إذا احتجت إليه، كان أبي يقول ذلك. يعني ده بقى يأكل معروف، هيأكل من ماله إذا كان محتاجا إلى ذلك كأجرة لرعاية مال اليتيم، حتى يبلغ أشده، يقول حتى يبلغ وقت اشتداده في العقل وتدبير ماله وصلاح حاله في دينه. وأوفوا بالعهد، يقول وأوفوا بالعقد، وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام وفيما بينكم أيضا، والبيوع والأشربة والإيجارات وغير ذلك من العقود. يا إما العقود اللي هي الحروب، أوفوا بالعهد اللي هي عهود الحروب، أو العهود اللي بين الناس وبعضها، أو في الاتفاقات في المعاملات كالبيع والشراء والإيجار. هي البيع والأشرية، هي مكتوب الأشربة بس هي والأشرية التي تشترى. إن العهد كان مسؤولا، يقول إن الله جل ثناؤه سائل ناقض العهد عن نقضه إياه، يقول فلا تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروه وتغدروا بمن أعطيتموه ذلك، وإنما عنا بذلك إن العهد كان مطلوبا. يقال في الكلام لا يسألن فلان عهد فلان مسؤولا، يعني مسؤولا عنه كما ذكرنا. أقول قول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.